اهلا بكم كل مشاهدينا ومتابعينا على شاشه قناه النادي الاهلي وبرنامجكم المميز دائما الاهلي ليله. حلقه جديده من برنامج الاهلي ليله، حلقه جديده النهارده فيها فقرات مميزه وفقرات مهمه. لكن في البدايه زي ما انتم عارفين بنحب نقدم عندنا ايه، خلونا ارحب بزميلي محمد سعيد. مساء الفل يا محمد. مساء الخير عليك زميلي العزيز ايهاب الخطيب، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. النهارده بالتاكيد الاهلي الليله والعد التنازلي بالطبع مباراه الاهلي ووفاق سيف في ذهاب الدور نصف النهائي لمباريات البطوله الافريقيه. عندنا احداث كثيره، تفاصيل كثيره، لكن بالطبع ابدا معاك زميلي ايهاب والحديث في الانترو الخاص ببرنامج الاهلي الليله. محمد، اكيد اجتماع مهم للجنة المشرفه على تنظيم مباراه الاهلي وفاق سطيف، العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي اعلن ان اللجنه المشكله لاشراف على تنظيم مباراه الفريق امام وفاق سطيف زارت استاد السلام ووضعت طبعا الامور بالشكل المطلوب استعدادا لهذه المباراه الهامه، وهي مباراه هامه بالفعل. وان شاء الله كمان هنكون مع الحلقه بنتكلم عن استعدادات الفريق يا محمد. بالطبع النهارده كان زياره مهم جدا للجنه المنظمه الخاصه طبعا بتنظيم مباريات الاهلي للفتره القادمه. يمكن كان قرار مهم جدا من مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب بتشكيل لجنه برئاسه طبعا الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي، وايضا كمان الاستاذ ابراهيم الكفراوي عضو مجلس اداره النادي. والنهارده في هذه الزياره الاستاذ العمري فاروق نائب الرئيس والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، بالاضافه الى العميد احمد النحاس نائب مدير فرع مدينه نصر، واللواء علاء صلاح الدين مدير امن الجزيره، والعميد محمود حزين مدير امن مدينه نصر، وامير توفيق مدير التسويق، وايضا كمان الاستاذ كريم عبده من اداره المباريات. النهارده الكل كان متواجد في استاد السلام لمتابعه وتجهيز هذا الملعب لاستضافه مباراه الاهلي في الدور نصف النهائي. بالتاكيد هناك اشتراطات معينه، هناك تعليقات معينه بخصوص استضافه الاهلي لهذه المباراه والدور نصف النهائي، ما بين توزيع تذاكر المباراه، الجزء المخصص ايضا للاعلاميين، الجزء المخصص لجماهير الفريق الضيف فريق وفاق سطيف، بالاضافه الى التذاكر والعدد المسموح للاتحاد الافريقي لكره القدم. ولا ننسى ان طبعا خلال هذه الايام القليله وخلال هذه الفتره يعقد كونغرس الكاف في مدينه شرم الشيخ، فبالتالي احتماليه وجود عدد كبير جدا من اعضاء الاتحاد الافريقي يحضرون هذه المباراه. هذه اللجنه دورها لن يقتصر فقط زميلي ايهاب في هذه المباراه فقط، ولكن سيكون دورها خلال الفتره القادمه مع العديد من المباريات لتنسيق كامل وشامل ما بين إدارة النادي الأهلي مع الملاعب اللي هتستضيف مباريات الفريق في الفترة القادمة سواء المحلية أو حتى الأفريقية. أكيد دور مهم للجنة في هذا التوقيت، خاصة كمان أن اللجنة تهيب بجماهير الأهلي الالتزام بالتشجيع المثالي في المباراة المقبلة وعدد جمهور الأهلي في المباريات، لكن اللجنة بتهيب بالجماهير التشجيع المثالي والالتزام حرصا على سلامتهم وتجنبا لتوقيع اي عقوبات على النادي خلال مشوار الفريق الافريقي. ودي فرصه محمد نتكلم لاخواتنا واصحابنا بجماهير النادي الاهلي التشجيع المثالي ثم التشجيع المثالي ثم التشجيع المثالي. شجع فرقتك زي ما انت عايز، ركز مع فرقتك بس وشجع فرقتك علشان تتجنب اي يعني عقوبات او اي حاجه للفريق في ظل احتياج الفريق ليكم. انتم عارفين انكم اللاعب رقم واحد، انتم عارفين ان انتم فرقتوا جدا مع النادي الاهلي، ربما هذا الفرق الكبير وهذا الاداء وهذا الدعم والمسانده هو اللي عامل حاله عند البعض، لكن مش عايزين حد يتربص، مش عايزين حد يمسك لكم على الواحده، مش عايزين حد يحطكم في جمله مفيده، مش عايزين تكونوا انتم السبب على تصديق عقوبات على الفريق. ان شاء الله البطوله ماشيه بشكل كويس، وان شاء الله يا محمد الجمهور جمهور النادي الاهلي يكون عند حسن الظن دائما، لانه دائما اللاعب رقم واحد. دائما جمهور النادي الاهلي عند الموعد، وعندما تحتاجه في الاوقات الصعبه مش بيكون اللاعب رقم 12، لا بيكون اللاعب رقم واحد. ومش هنتكلم ان هي حمله توعيه، يعني البعض النهارده كان بيتكلم عبر السوشيال ميديا ان احنا محتاجين نعمل حملات توعيه لجماهير النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي عارفه كويس جدا مصلحه فرقتها، وعارفه كويس جدا الخطوات القادمه واهميه المباريات في الفتره القادمه، وما يكونش جمهور النادي الاهلي فرصه او يكون الدبه اللي قتلت صاحبها، لان جمهور النادي الاهلي عارف كويس جدا ان المرحله الحاليه محتاجه حاجه واحده بس،
دعم الفريق وتشجيع اللاعبين ودعم الجهاز الفني من أجل البطولة الأفريقية. لا يتبقى على البطولة سوى 4 مباريات، مباراتي السيمي فاينل ومباراة النهائية الذهاب والعودة، فبالتأكيد الجمهور عنده حسن الظن، وبإذن الله جمهور النادي الأهلي مش هيكون عنده هدف واحد في المباراة سوى تشجيع فريق النادي الأهلي. لكن زميلي إيهاب، قبل ما أرجع لك في نقطة مهمة جدا، النهاردة في هذه الزيارة كان موجود المنسق الليبي لهذه المباراة الأستاذ علي الجيلاني. بالتأكيد الاتحاد الأفريقي من خلال اللجنة المنظمة من قبل إدارة النادي الأهلي مع المنسق الليبي حط كل الترتيبات اللازمة عشان ما يكونش يوم المباراة في أي شيء مختلف شوية فالناس تقولك أصل ما كانش بالاتفاق أو ما كانش في حضور للمسؤول من الاتحاد الأفريقي. لا بالعكس، إدارة النادي الأهلي بتنسق هذه الأمور بشكل جيد، بتنسق مع الكاف كل هذه الترتيبات، والمنسق الليبي الخاص بهذه المباراة كان موجود النهاردة للاطلاع على الموقف العام. لكن الصورة اللي محتاجين نأكد عليها زميلي إيهاب اللي قدامنا دلوقتي صورة جمهور النادي الأهلي، إن شاء الله بإذن الله أكثر من 15,000 وعدد كبير جدا في استاد السلام يملأ المدرجات بشكل جيد جدا لتشجيع فريق النادي الأهلي، خاصة إنها مباراة ما فيهاش هزار، فريق وفاق سطيف من الفرق القوية، محتاجين بإذن الله إن احنا نحقق نتيجة جيدة. ودايما جمهور النادي الأهلي رجال سيدات شباب رجال أطفال، أصغر ما في جمهور الأهلي راجل يقدر يشجع فرقته على مدار التسعين دقيقة، وهيكون أيضا كمان مع فرقته في مدينة السيف بإذن الله يوم 24 أكتوبر لتأييد الفريق وتشجيعه قبل المباراة النهائية إن شاء الله، اللي هو التارجت الأكبر بالنسبة لنا الفوز بالبطولة الأفريقية. إيهاب، أكيد يا محمد مباراة مهمة جدا، أكيد المنافس منافس قوي جدا ومنافس محترم. الأهلي دايما اتعلم او اتعود انه يحترم كل المنافسين، ما بالك بقى لما يكون المنافس واحد من المرشحين للقب مثل النادي الاهلي تماما. واعيد تاني واكد ان جمهور النادي الاهلي دايما على الوعد والعهد مع النادي، ودايما هم رقم واحد. اكيد يا محمد قبل ما نطلع فاصل عايز اعرف النهارده تفاصيل الحلقه. النهارده بالطبع العد التنازلي لمباراه الاهلي ووفاق سطيف في ذهاب الدور نصف النهائي، فبالطبع حديثنا النهارده في معظم اوقات الحلقه هيكون عن مباراه الاهلي ووفاق سطيف وكيف يستعد الاهلي لهذه المباراه وما هي الخطه المناسبه لمواجهه هذا الفريق والتشكيله الانسب. وفريق وفاق سطيف في ظل نقص عددي حاد جدا في صفوف هذا الفريق، يمكن رشيد الطوسي المدير الفني لفريق وفاق سطيف لم ياتي الى القاهره سوى بقائمه 18 لاعب فقط، وهي القائمه المتاحه له في البطوله الافريقيه. فبالتالي حديثنا النهارده في الفقره الحواريه الاولى هيكون مع الكابتن عادل طعيمه نجم مصر ونجم النادي الاهلي، معاك زميلي ايهاب للحديث عن هذه المباراه والظروف المتاحه لكلا الفريقين للخروج بنتيجه جيده باذن الله لفريق النادي الاهلي. ثم الفقره الثانيه مع احد نجوم النادي الاهلي واللي سطر تاريخ كبير جدا مع الفريق في البطولات الافريقيه، ولا ننسى دوره المميز في البطوله الافريقيه عام 2012 والنهائي المميز امام الترجي التونسي الكابتن السيد حمدي. ثم فقره اخرى منفصله للحديث عن اخبار فريق النادي الاهلي، وقد نسافر الى شرم الشيخ ونتابع احداث الجمعيه العموميه كونجرس الكاف وما اخر الترتيبات في هذه الجمعيه العموميه. والفقره الاخيره ومسك الختام مع الزميل المتميز عمر ربيع ياسين، وعنده تفاصيل كثيره بالتاكيد بعد المباريات في الدوريات الاوروبيه بالامس والتعادل الايجابي ليفربول مع تشيلسي وخروج محمد صلاح في الدقيقه 68، وبالتاكيد عمر عنده تفاصيل كثيره في مباريات السبت الممتاز في الدوري الانجليزي. اليك الكلمه زميلي ايهاب. اشكرك محمد، ان شاء الله تكون حلقه مميزه جدا. خلينا نطلع فاصل ونبدا اولى فقراتنا الحواريه.